الملك بيبي الأول واحد من أهم ملوك الأسرة السادسة، بس يا ترى في سبب معين اتسبب في شهرة الملك ده؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من قناة كينج هيستوري، القناة اللي بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحد من أهم ملوك الأسرة السادسة، وهو الملك بيبي الأول، ويعتبر الملك بيبي الأول تالت ملك يحكم مصر من الأسرة السادسة. تعتبر فترة حكم الملك بيبي الأول واحدة من أهم الفترات اللي كان فيها استقرار وازدهار على مستوى المملكة المصرية القديمة، بس كانت في مشكلة كبيرة جدا حصلت لما وصل للحكم، إنه كان لازم ينول رضا كهنة معبد الشمس، عشان الكهنة دول كان ليهم نفوذ كبير جدا على مستوى مصر. والسبب كان بسيط جدا، إن الناس دي كانوا رجال دين، فرجال الدين زي ما احنا عارفين على مستوى مصر كان ليهم أهمية كبيرة جدا في عصر المملكة المصرية القديمة. وفي مشكلة تانية كبيرة جدا قابلت برضو الملك بيبي الأول في بداية حكمه، وإن كان في كهنة جداد بدأوا يظهروا بسبب إن عبادة الإله اللي هم بيخدموه بدأت تنتشر بقوة كبيرة جدا، وهو الإله بتاعه بدأ الكهنة الخاصين بيه نفوذهم يزداد بشكل كبير جدا. عشان كده الملك بيبي الأول كان لازم برضو يحاول ان هو يا اما يسترضيهم او يعمل معهم علاقات، بحيث ان الكهنة دول يسيبوه يحكم مصر بالشكل اللي هو شايفه صح. وبسبب ان الاله بتاعه عبادته انتشرت بشكل كبير جدا، وبالذات في عهد الأسرة السادسة، معظم الباحثين وعلماء التاريخ بيعتقدوا ان الملك تيتي، وهو طبعا مؤسس الاسره السادسه، مكانه ومكان مولده كان منطقه منف، عشان كده بيعتقدوا ان الاله بتاعه عبادته انتشرت بشكل كبير جدا في عصر الاسره السادسه بالذات. ومن اهم الاعمال العمرانيه اللي قام بيها الملك بيبي الاول انه شاهد لنفسه هرم في منطقه سقاره، وعمل لنفسه عدد كبير جدا من المعابد في منطقتين، منطقه تل بسطه ومنطقه تل ابيدوس. وطبعا الفن في عهد الملك بيبي الاول ازدهر بشكل كبير جدا، ومن الحاجات اللي بتدل على الكلام ده هو ان نصوص الاهرامات ونصوص المعابد كانت بتتعمل بشكل جميل جدا وبدقة متناهية جدا. وبالنسبة لتماثيل الملك بيبي الاول، فالملك بيبي الاول ليه عدد كبير جدا من التماثيل، واتعملت باكتر من حاجة. من اهم الامثلة على الكلام ده هو تمثاله اللي اتصنع من مادة النحاس، والتمثال ده موجود في المتحف المصري في القاهرة. وفي مجموعة تماثيل صنعها العمال للملك بيبي الاول، التماثيل دي اتعملت من المرمر، والتماثيل دي موجودة في الوقت الحالي في متحف بروكلين الموجود في مدينة نيويورك. وبالنسبة بقى للحملات والحروب اللي قادها الملك بيبي الاول، فما فيش اي نقوش ولا نصوص ولا حتى برديات او وثائق نقدر نستدل منها على التاريخ او الحملات اللي قام بيها الملك بيبي الاول. بس في واحد من الشخصيات المهمة جدا اللي كان موجود في عهد الملك بيبي الاول وعصره بنفسه، وهو واحد من اهم الشخصيات اللي كانوا موجودين في العصر ده، وهو ويني. وده كان واحد من القادة او من الجنود اللي كانوا موجودين في الجيش المصري في الوقت ده، وكان شخصية مهمة جدا في عصر الملك بيبي الاول. ومن خلال تاريخ حياته قدرنا نتأكد ان الملك بيبي الاول عمل حملات لمنطقة الجنوب اللي هي النوبة ومناطق الشمال زي فلسطين، وكبح جماح المتمردين كلهم اللي كانوا موجودين في المناطق. وعشان الملك بيبي الاول يضمن ولاء الاسر القوية في مصر في الوقت ده، لجأ لسياسة مهمة جدا وبيتبعها بعض الحكام لغاية الوقت الحالي، وهي سياسة المصهرة او سياسة النسب. عشان كده اتزوج الملك بيبي الاول من ابنة حاكم ابيدوس، وابنة حاكم ابيدوس انجبت لي ولي العهد، وهو اللي حكم مصر بعد الملك بيبي الاول، وهو ميرن رع. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن هرم او مجمع اهرام الملك بيبي الاول. ومن الحاجات المهمة جدا واللي لاحظناها في المجمع ده، ان الملك بيبي الاول اعطى اسم مجمع الاهرام ده لاسم العاصمة المصرية اللي كانت موجودة في الوقت ده، وهي مدينة منف. وطبعا من الحاجات المعتادة اللي كانت موجودة في اهرامات العصر ده، ان البنية التحتية للهرم كانت كلها عبارة عن اعمدة، يا اما معمولة من الخشب او معمولة من الحجارة. والاعمدة دي من الحاجات المهمة جدا اللي كانت بتميز الاهرامات في العصر ده، ان كانت مليانة بالنقوش الهيروغليفية واللي كانت بتتسمى نصوص الاهرامات. ومن الحاجات المميزة جدا في هرم الملك بيبي الاول، ان اول مرة قدر العلماء والباحثين يكتشفوا نصوص الاهرامات كانت جوه هرم الملك بيبي الاول، وقدر جاستون ماسبيرو سنة 1880 ان هو يكتشف النصوص دي، على الرغم من ان هي اول مرة نشأت في هرم الملك اوناس.
ومن الحاجات المميزة جدا في نصوص هرم الملك بيبي الأول إن هي الأكبر في المملكة المصرية القديمة كلها. ومن الحاجات اللي بتدل على الكلام ده إن نصوص أهرام الملك بيبي الأول بتتكون من 2263 عمود وصف من النصوص الهيروغليفية القديمة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلام معاكم، بس هنتكلم في حاجة مختلفة شوية وهي تفاصيل عن هرم الملك بيبي الأول في الحلقة الجاية إن شاء الله. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.